إذا عندنا هنا عزيزي برج السرطان، أرى أن حدث يعني نهاية بداية جميلة، أرى علاقة جميلة انتهت، تكسرت، نعم تدمرت، أرى تدمير وتحطيم، البرج تدمير وتحطيم، شيء جميل جدا، نعم علاقة جميلة جدا قوية، ربما علاقة زوجية، والبعض الآخر كنتم مخطوبين أو على وشك الزواج، هذا ما أراه، نعم لأنها كانت علاقة قوية، علاقة حب وكذلك يعني علاقة قوية، إما زواج أو البعض، ليس إما، البعض منكم كنتم متزوجين، أرى انفصال لعلاقة قوية جدا وجميلة، نعم واخا لا تخلوني، اتركوني أركز قليلا، نعم هذا الكارت 10 ديال السيوف تقول هي ترك التفكير في الحبيب، يعني هي الابتعاد عن التفكير والمشاعر، يعني الهروب من المشاعر. هذا الإنسان عزيزي برج السرطان، ليس أنت، إنسان آخر يحاول الهروب من مشاعره، من حبه، لأن هناك حب قوي عزيزي برج الأسد، يحاول الهروب من هذا الحب، نعم وهذا أنت، أو أنت يعني أنت برج السرطان من يسأل، أرى أنك فقدت الأمل، نعم فقدان الأمل، فقدت الأمل في العلاقة، نعم هذا أنت، أو نعم أنا أرى امرأة برج السرطان، يعني أنت أو أنت، لكن أنا أرى امرأة، أرى أنك الحكيمة، لا يعني الكاهنة، لا بابيز، تعرفين شيئا، ما هو هذا الشيء؟ اكتشاف، ماذا اكتشفتي؟ خيانة، وهذا سبب الانفصال، وهذا يعني تحطيم هذه العلاقة الجميلة، كانت علاقة جميلة، يعني حرام عليكم، اي حرام عليكم، ما تديروليش هذا الشيء، نو حرام عليكم، حرام حرام حرام، علاقة جميلة، هناك حب، هذا الرجل يحب هذه المرأة، انا ارى حب، لكنه يعني حصل شيء، خيانة، أنا أرى خيانة، اكتشفت خيانة، نعم هذا الرجل أنا ما أرى، يعني غالبا طبعا أنا أتكلم مع الرجل ومع المرأة السرطان، لكن أنا أرى هنا الطاقة ذكرية، أرى رجل يعمل، يدرس كثيرا، ربما في الجامعة، وربما إن أنهى دراسته الجامعية، وما زال يدرس ويعمل، يعمل كثيرا، منهمك في العمل، وربما في شركة اتصالات، أو في بنك، أو في مجال الفلاحة، هذا ما أراه، يبحث عن هذا الرجل، معلق، يحبك، يشتاق إليك، يشتاق إلى حبيبه، أنا لا أتكلم عنك أنت برج السرطان، بل أتكلم عن الحبيب، عن هذا الشخص الذي كان أو في حياتك، نعم يعني هذا ما أراه، هذا الإنسان يبحث عن سلامه الداخلي، وكيف يفعل ذلك؟ في العمل، يعمل يعمل يعمل، لكن هو يبحث عن سلامه الداخلي، يعني السلام الداخلي بطريقة خاطئة، هو يتعذب، يحبك، يشتاق إليك، هذا ما يقوله المعلق، معلق، نعم يشتاق إليك، هو في عذب، في ألم، نعم نعم، وهذا الرجل أرى أنه يبحث عن سلامه، ليس فقط في العمل، بل في النسوان، نعم هو يعني يتعذب، هو يريدك بجانبه، لكنه ارتكب خطأ فظيع، ويعرف أنك لن تسامحه أبدا، وأرى أن يعني هذا الشيطان، هذا الرجل أرى أنه يبحث عنك، يبحث عنك،
في أماكن يعرف أنك موجودة في تلك، يعني في تلك الأماكن، لكن لا يذهب لوحده عزيزتي، أنا آسفة، يذهب مع امرأة أخرى. لماذا؟ لكي يرى ردة فعلك. هذا الرجل نسوانجي لكنه لا يحب، يحب إما زوجته أو خطيبته، يعني حبه هو أنت عزيزي برج السرطان، أنت. نعم، هذا يفعل هذه الأشياء الخبيثة وينتظر، ينتظر ردة فعله. نعم، هو شخص مريض بالحب ولا يعرف كيف يتخلص من ألمه. نعم نسوانجي، لكن يفعل هذا للتخلص من هذا الألم، لا يعرف كيف يتخلص من هذا الألم الشديد. وأنت بلسم، أنت عزيزتي، هذه أنت، أنت بلسم جرح هذا الرجل والدواء والشفاء، لكن أنت لن تسامحيه. هو يفعل هذه الأشياء، كيمشي مع، يأخذ امرأة، يعني وأنا أراه يقفز من امرأة لأخرى، يعمل كالمجنون ويبحث عن سلامه في النساء، فيذهب للأماكن التي يعرف أنك تتواجدين فيها، نعم، مع امرأة أخرى ليرى ردة فعلك. وما لكن أرى أنه يعني في الحقيقة هو يبحث عن أي فرصة ليتواصل، للتواصل معك أو الكلام معك، لكن بطريقة مخطئة. نعم، هذه أنت لو باتون، أنت على صواب، تتصرفين بشكل جيد، أنت في مكانك، لا تقتربي من هذا الإنسان، لأنه هذا كرت جميل، هذا كرت الوعي، هذا كرت النمو الروحاني. نعم، أنت ذكية، أنت جميلة، جميلة جدا، ذكية، يعني لديك كل ما تحتاجه المرأة، جميلة، ذكية، مثقفة، وتعرف أن تكون في مكانها، وهذه هي ردة فعلك. نعم، هذا نمو روحاني، رمون في كل المستويات. نعم، طبعا هناك حب، ربما ما زلت تحبين هذا الرجل لكنك لن تستسلمي، وأنت تعرفين أنه رجل توكسيك، سم لحياتك عزيزتي، وأنا آسفة، I'm sorry، أنا آسفة آسفة آسفة، لكن لابد يعني أن أقول هذا، يعني أقول ما أرى عزيزتي. نعم، أخا سامحوني، سامحيني. نعم عزيزتي، أنت لست فقط، نتكلم عنك، يعني شوف، يعني كرت جميلة، أنت كل شيء في، يعني أنت لست فقط حب، هذا يعني تعني الحب، يعني هذا الرجل يعني يموت حبا ويتعذب، لكنه يتصرف بطريقة يعني لا يمكننا أن نتقبلها، يعني الشخص كويغو. نعم، إذا أنت ترين أن العالم مليء بالرجال الطيبين وكذلك النساء الطيبين، يعني إذا كانت هذه ما أقوله ينطبق حتى على الرجال، يعني كانت المرأة هي التي تفعل هذه الأشياء، وممكن، نعم يمكن أن تحصل، يعني هناك نساء يعني غير طيبات، لكن العالم مليء مثل الشمس، يعني أشعته تصل للجميع، العالم مليء بالرجال الطيبين والنساء الطيبات، أنت ملكة عالمك وتبحثين عن السعادة في عالمك الداخلي. نعم، ولديك أهداف أخرى ستحققيها بعيدا عن هذا الإنسان. نعم، أنت تتصرفين بحكمة لأنك تعرفين أن هذا الإنسان، رغم أن القدر قد جمعكما في يوم من الأيام وكنتما سعيدين، لكن هذا الإنسان ليس هو رجل حياتك، أو ليست يعني شريكة حياتك التي يريدها قلبك، التي يريدها روحك، أو التي، يعني أنا أتكلم عن الرجال والنساء، رغم أني رأيت يعني هنا طاقة ذكرية ورجل، لكن ربما قد تكون كذلك امرأة. نعم، والطاقات التي أراها عزيزي برج السرطان هي أبراج، طاقة مائية، خاصة العقرب أو سرطان مثلك. نعم، قد يكون سرطان مثلك. نعم، كذلك أرى طاقة ترابية، خاصة الجدي، وكذلك طاقة
نارية خاصة الحمل. كانت هذه القراءة هي، نعم إرقاء، أنا آسفة، يعني أنا آسفة إذا كنتم يعني في هذه الحالة، لكن الحياة جميلة. انظروا، يعني أنت إنسانة، لديك، أنت أغلى من الذهب عزيزتي، أو أنت عزيزي برج السرطان، أنت مهما كانت يعني الأمبراطور، هاي الأمبراطور، أوف سامحوني أنا أتأثر، وأوف هذه أمبراطورة، نعم، لكنها القوة، هي القوة. وقد تكون أنت عزيزي رجل وتمثلك، تمثل قوتك وحكمتك، نعم. إذا لنواصل ب لنرى رسالة الملائكة لبرج السرطان. أنا دائما أرى يعني في الأخير هي إيجابية، هي قراءة إيجابية، هي قراءة إيجابية. إذا كنت تفكرين عزيزتي أو عزيزي أنها قراءة إيجابية، فحياتك ستملأ بالإيجابيات والأشياء الجميلة. يجب أن تكوني متفائلة دائما رغم كل شيء. نعم، إذا لنبدأ نختار جوج ثلاثة، نعم، استغفر الله. باسيونس، الصبر، صبرا جميلا. الصبر عزيزي برج السرطان مفتاح الفرج، نعم. كومباسيون، كومباسيون يعني الرحمة، الشفقة عزيزي برج السرطان. هذه يعني لها معاني كثيرة، الرحمة، الرحمة الإلهية لك، وأنت يجب أن ترحم وتشفق حتى لمن أساء إليك، نعم ارحمه، سامحه، أشفق عليه، لأن هذا الإنسان يمر بأوقات صعبة صعبة صعبة، نعم. إي ليبيغاسيون، ليبيغاسيون يعني التحرر، يعني هذا يعني أنها كانت قراءة جميلة و إيجابية، لأنك تحررت من قيود الحزن عزيزي برج السرطان، تحررت من قيود الألم، تحررت من السم، والآن ستعيش في سلام ووئام. كانت هذه قراءة برج السرطان، أتمنى أن تكون قد أعجبكم، وأرجوكم استفيدوا مما تقوله القراءة. أتمنى لكم الخير يا رب، أتمنى لكم السلام، أتمنى لكم أفضل ما في هذا الكون. أحبكم كثيرا، أشكركم كثيرا على تلك التعليقات الجميلة. أنتم ناس طيبين، طيبون، عفوا، طيبون، نعم طيبون، هذا كل ما يمكنني أن أقوله. أنا أحس أني يعني طاقة قناتي مليئة، وأعيدها، أنا سأقول هذا دائما، لكن هذه هي الحقيقة، وهذا ما هذا ما أراه، مليئة بالطاقات، ربما حزينة لكن ناس طيبة، والله معكم، صدقوني الله معكم، إذ لم يكن اليوم فسيكون غدا. أشكركم، إلى اللقاء، بسلام عليكم، الله يحفظكم.